السلام عليكم، انا مصطفى حسن من قناه تيتو ذا كينج. النهارده هنتكلم على العربيه شيا تيجو 7، وهنستعرض مع بعض المواصفات الفنيه للعربيه. بس قبل ما نبدا الفيديو، عاوز من كل واحد لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان تدعموني واقدر اكمل. العربيه شيا تيجو 7 تعتبر الاخت الاكبر لشيا تيجو 4، فهي عربيه كروس اوفر مدمجة، وحققت تيجو 7 انتشار جيد في الشوارع المصرية، وده بسبب اللي بتقدمه من قيمة إلى حد ما جيدة مقابل السعر. والآن بيتم تجميل عربية تيجو 7 محليا، وده هيخليها تقدم قيمة قوية مقابل السعر وتحصل على فرصة أقوى. العربية بتتوفر معانا بفئتين مختلفين من التجهيزات. الفئة الأولى بيز لاين بتنزل بسعر 275,000 جنيه، وبتتميز بأنها فيها فرامل يد كهرباء وحساسات ركنة خلفية، كاميرا خلفية، نظام معلوماتي وترفيهي بشاشة 9 بوصة بتقدر تتحكم منها في وظائف العربية، وتوصيل التليفونات فون ميرور، وتكييف العربية، وكمان في شاشة مقاس 4.8 بوصة في لوحة العداد لعرض وظائف العربية. أما بالنسبة للهاي لاين فبتنزل معانا بسعر 300,000 جنيه، وبتزيد عن الفئة الأولى بأنها فيها 2 إيرباك جانبي، فتح السقف بانوراما، مقاعد وطارة مكسوة بالجلد، مخارج USB، وحساسات ركنة أمامي. نتكلم بقى عن المواصفات الفنية للعربية. العربية بتنزل بموتور 1500 CC تيربو 4 سلندر بقوة 145 حصان، وعزم للدوران 210 نيوتن، متوصل بفتيس أوتوماتيك ثنائي التعشيق من 6 سرعات وجر امامي للعجلات. العربية موجودة في فئة سعرية فيها مجموعة من العربيات الكروز اوفر زي سيتروين C3 و MG ZS وفورد ايكو سبورت وكمان جاك S4 في نفس الفئة السعرية. العربيات دي كروز اوفر تحت المدمجة، لكن تيجو 7 هي عربية كروز اوفر مدمجة، وده بيخليها توفر مساحات اكبر وحجم اكبر مع التجهيزات والاداء، فتعتبر قيمة مقابل سعر قوي جدا. وبتتميز العربية بتصميم داخلي وخارجي مميزين. العربية تعتبر عائلية في المقام الاول، وهي بالفعل تتميز بالمساحات الواسعة ومساحات الزجاج الواسعة اللي بتخلي العربية ممتعة بالنسبة للعائلات في السفر. هنتكلم عن مواصفات الامان في العربية، وهي ان العربية بتنزل بجنط رياضي 18 بوصة، وده بيدي العربية ثبات على الطريق. بالنسبة للإيرباك، الفئة الأولى بتنزل ب2 إيرباك، أما الفئة التانية فبتنزل ب4 إيرباك، مزودة بنظام التحكم في التماسك ESP، ونظام منع الانزلاق ABS، ونظام التوازن الإلكتروني EBD، ونظام مساعدة في الصعود وهبوط المطالع والمنازل هيل أسيست. العربية حاصلة على تقييم 5 نجوم في اختبارات السلامة الصينية. هنتكلم عن مميزات العربية شيا تيجو 7. تصميم العربية الخارجي ممتاز وهجومي. صالونها الداخلي واسع، في العربية عائلية في المقام الأول. ارتفاع العربية عن الأرض مناسب جدا للشوارع المصرية. موتورها قوي، وأداها مناسب جدا كعربية عائلية. وسائل الأمان في العربية ممتازة جدا في أعلى فئة. ثبات العربية ممتاز على السرعات العالية. العربية تعتبر قيمة مقابل سعر قوي جدا كباقي عربيات شيري. مساحات التخزين داخل العربية متعددة، كما ان مساحة الشنطة الخلفية تصل ل 414 لتر مع امكانية طي المقاعد الخلفية حتى تصل المساحة الى 1100 لتر. نتكلم بقى عن عيوب شيري تيجو 7. بالرغم من وسع الصالون الا انه ليس مريح. يلاحظ ميل جسم العربية عند أخذ منعطفات على سرعات عالية. قوة الموتور ظاهرة على عدد لفات مرتفع. متوسط استهلاك السيارة للوقود مرتفع نوعا ما، علشان هي بتستهلك 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر. الفئة الأولى من السيارات تأتي مع 2 إيرباك فقط. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب أكون قدرت أفيدكم وأوصل لكم المعلومة الصحيحة عن العربية. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة.